دانیم و بسیار بسیار خوشحال هستیم که مردم افغانستان امروز به طور یک پارچه در مقابل رژیم استادگی میکنند، با اینکه خودشان مشکلات گوناگون دارند و برعکس حمایت خود را از مردم ایران به خصوص از سازمان مجاهدین و به خصوص از خواهران و برادران شهر اشرف، این کد نابودی رژیم پلید ولایت فجی اعلام میکنند. دیگر وقتان را نمیگیریم. خدا حافظ شما، پیروز باشید. و در آخر یک چیز را میخواستم تذکر بکنم، همانطوری که این خمینی دجال میگفت راه قدس از کربلا میگذرد، ما میگیم راه آزادی مردم ایران و نابودی این رژیم از شهر اشرف میگذرد. احببنا ان نشارك بشيء من التواضع تجاه تضحيات ومكانة الاخوان، واقول بسم الله ناصر المجاهدين ومثير الظالمين، من لبنان الى ايران وشعبها الشجاع وانتفاضتها المباركة ضد الملل الدجالين القتلى، ألف سلام وتحية باسمي وباسم كل لبناني شريف. نحيي قناة الحرية الإيرانية، قناة المعارضة الشريفة، في وجه القمع والكبت وإراقة الدماء، فإن قناة الحرية هي بحق قناة الأحرار والمجاهدين ومنارة الحق الذي يزهق الباطل. قناة الحرية الداعمة للشرفاء في أشرف ومؤنستهم وسلوتهم، وهي نصيرتهم الأولى والناقلة لكل الوقائع والحقائق التي جرت عليهم ومعرفة العالم على مظلوميتهم ووحشية الملل، وخاصة في الهجوم الأخير في تموز السنة الماضية على أشرف، فإن دور قناة الحرية كان زينبي، أي يساوي دور زينب مع أخيها الحسين في كربلاء؟ فلولا زينب لما عرف الناس واقعة كربلاء ولا استمرت، ولولا قناة الحرية لما عرف العالم جرائم الملل ووحشيته وإرهابه. ولذا أقول بكل صدق وصراحة، إن صبر وصمود وجهاد المجاهدين في أشرف أصبح قدوة وحجة على مراجع والعلماء وكل بني البشر وكل الأحرار المظلومين في العالم. إن أشرف اليوم أصبحت قبلة الأشراف وقطب المجاهدين الثوار، وأعطت درسا ليس فقط للإيرانيين بل لكل بني البشر، أن أي جبار يمكن أن نقف في وجهه لأنه ما ضاع حق وراءه مطالب، والحق يعلو ولا يعلو عليه،
وتعلمنا من أشرف أن الساكت عن الحق شيطان أخرس. ونحن نقول يا ليتنا كنا في كربلاء لندافع عن المظلوم ونفوز فوزا كبيرا. يا أهل العالم، إن كربلاء اليوم هي في أشرف، ومن يدافع عن أشرف كأنه يدافع عن الحسين في كربلاء، وسيفوز فوزا عظيما أقسم بالله. لذا من لبنان نبارك ونؤيد وندعم المقاومة الإيرانية الشريفة والمباركة الحق والمحقة، والتي فضحت زيف الملل ودجله وظلمه وبطشه بالشعب الإيراني الشجاع الرافض لنظام القمع والاغتصاب والقاتل، والذي لا يمس للإسلام بصلة. واليوم أهنئ وأبارك كل الشعب الإيراني بأن الحقيقة ظهرت وانقلب السحر على الساحر، وظهر وظهر الباطل، إن الباطل كان ظهر. ها هي اليوم منظمة مجاهدي خلق، هي الحق الثابت، وها هو الحرس الفاشل القاتل الدموي يدخل ضمن الإرهاب وصفة الإرهاب. والأكثر آت والنصر آت إن شاء الله بهذا الصدد. شكرا. اسمحوا لي قبل أن أختم أن أتقدم بقناة الحرية وأتشرف بمشاركة هذا الشرف العظيم، أن نتبرع بمبلغ 700,000 ليرة لبنانية لقناة الحرية، وأخيرا بمناسبة مولد منقذ البشرية العدل المنتظر الإمام المهدي القائم من آل محمد المقتصة، ومن قامنه والملل، لأن في روايات أهل البيت أن أول ما يخرج الإمام المهدي يقتص من هؤلاء الملل. بالزبط. وأتوجه بالتهاني والتبريك إلى القائد الملهم الأخ العزيز المجاهد مسعود رجوي، والأخت المجاهدة الرئيسة الشجاعة مريم رجوي، وإلى المقاومة الإيرانية الشريفة، وإلى أنصار وجنود الإيمان الحشة حقا الموجودين في معسكره في أشرف، الصابرين المجاهدين المرابطين المقاومين، حتى النصر الطالع عند الصبح إن شاء الله. شكرا. أليس صبح إيران بطريق؟ والحمد لله رب العالمين، وإن شاء الله بالنصر المبين إن شاء الله لنا جميعا نأتي بخدمتكم ونكون في إيران إن شاء الله. إن شاء الله. بارك الله بكم، ونحن معكم لا مع عدوكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.